تبعد من كايد مرتده لدبي، كره في الطرف الايسر، حسن عبد الرحمن مفتاح فريق دبي في منتصف الملعب يتقدم بشكل ممتاز، الكره تبعد من امامه، لوهيبي يحاول، سيمون يبعد الكره الماضيه، عادت مره اخرى، وكوكو اللي يتقدم والكره ما زالت المحاوله، لكن الكره تبعد، عادت من سيمون، لمسه من لمسات الغاني جون في يتقدم. ودبي حتى من ذهب، من اللي يسوى ذهب ياسر القحطاني بلمسه حقيقه من اجمل لمساته، من اجمل كراته، ياسر القحطاني في اللقطه الماضيه شاته وستعلم من هو ياسر القحطاني. سيمون 31 دقيقه مشاهدينا الكرام، الكره تصل في اليمين سيمون لك كاظم لسيمون، الكره ترسل الى الامام ابو بكر كمارة لفريق دبي، لوهيبي اجيان تبعد من امامه، سيمون في اليمين في مقابل هدف في هذا اللقاء، دبي يقلص الفارق ويعود الى اجواء المباراه من جديد، وصلت ما هي نفس الاسماء اللي تواجدت في شوط المباراه الاول وصافره انطلاقه شوط المباراه الثاني من هذا اللقاء، تذكير بشكل سريع بتشكيلة الفريق، ضربة ركنية لصالح فريق دبي، سيمون على التنفيذ، سيمون كرة ملعوبة إلى الأمام، الكرة تبعد والمحاولة الخطيرة، اللاعب الغيني اللي جددت معاه إدارة دبي طبعا في هذا الموسم لموسمين قادمين، أبو بكر اللاعب الغيني اللي جددت معاه إدارة دبي طبعا في هذا الموسم لموسمين قادمين، أبو بكر كمارة يحاول في هذه الكرة، دبي بظروف صعبة في الموسم الماضي، الفريق اللي كسر قاعدة حسن عبد الرحمن، كرة في المنتصف، سيمون، سيمون يسدد، لكن محمد عبد الرحمن يتدخل، الكرة عادت لسيمون، كرة إلى الأمام لكن بالجهة اليمنى، سكوكو، سيمون، فريق دبي عند الحلول، حسن عبد الرحمن، سيمون، يتقدم سيمون، يرسلها لك إجيان يتقدم في هذه الكرة، والكرة كان فيها مطالبة بخطأ وبالتالي الكرة تعود في الطرف الأيسر، أبو بكر رمية تماس، كرة بتلعب تسديدة قوية من بعيد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، سيمون بتسديدة قوية في اللقطة الماضية، تحولت إلى ركلة مرمى، العين اثنين، دبي واحد، الموسم الماضي أول ثلاث مباريات العين انتصارين، الكرة تتخلص في اللقطة الماضية، والله على سكوكو، والله على جون، والله على الزعيم في هذا الموسم، لا أعتقد ذلك، قدم أداء جيد، لكن الكلمة تبقى أكيد للكباتن هنالك في الاستوديو لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، كرة ملعوبة إلى الأمام، الكرة تبعد في اللقطة الماضية والتسديدة من سيمون، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. دوري ممتع، هالموسم دوري حقيقة، في كل مباراة تشعر بأن في أول ثلاث بطولات كأس عالم مع البرازيل وفرنسا وبلجيكا. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر ابو ظبي الرياضيه، الزعيم يصل الى الانتصار، جماهير فريق دبي اتمنى ان اكون قد وفقت في التعليق على هذه المباراه، واتمنى ان تكونوا قد استمتعتم في هذا اللقاء، على من لقاء بكم في مباريات في لقاءات قادمه، لكم مني اجمل وارقى تحيه، محدثكم سمير